احلى حاجه في الشتاء ان انت تعملي قرص طريه جميله زي دي كده، شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه والله جميله. صلوا على الرسول واعملوا لها لايك عشان الطريقه دي جميله جدا ممتازه والله. وانا اول مره اجربها بالمكون اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي، مكون سحري ان شاء الله هيعجبكم جدا. انا طول عمري بعمل قرص فلاحي جميله جدا طبعا، وكلكم لو مشتركين في القناه هتشايفين القرص اللي احنا بنعملها في القناه، بس الطريقه دي المره دي مختلفه لان في سر جميل جدا مخلي القرص معايا هشه جدا زي الريشه. ان شاء الله هتعجبكم. تعالوا نشوف الفيديو، بس قبل ما تشوفوا الفيديو تعالوا اوريكم حاجه. شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله، شايفين الجمال، شايفين تحفه والله. اتمنى تعملوا لنا لايك، تصلوا على الحبيب الاول وتعملوا لنا لايك وشير عشان الكل يستفاد باذن الله، وتعالوا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احلى الاكلات في مطبخ خرمو. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، واتمنى يا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. احنا النهارده باذن الله هقول لك على وصفه يعني جميله جدا ان شاء الله لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. جربتي تعملي القرص الطريه بالصودا، كوبايه صودا؟ جربوا، تعالي معانا نجرب ونشوف الفيديو بتاعنا ان شاء الله هيعجبكم، ونحطه ازاي هنحط الصودا وازاي النتيجه بتاعتنا هتطلع كويسه جدا مش هتتوقعي النتيجه. تعالي نسمي الله ونصلي على الرسول. بس قبل ما نخش الفيديو اتمنى تعملي لي لايك لو سمحتم، فضلا وليس امرا ان انتوا تعملوا لايك عشان القناه بتاعتنا تقترح واللايكات فيها تزيد، وان شاء الله نستمر بعون الله. تعالوا نشوف الفيديو. بسم الله، معايا كوباية لبن دافية، بس لبن حليب دافي تمام. معايا 4 معالق سكر، اي نوع سكر عليك. بسم الله تمام. معايا قطعة من الخميرة، اي خميرة عندك، فورية عادية خميرة بيرة، اي خميرة عندك استعمليها. بسم الله، ادوب الخميرة. بسم الله، هحط عجينة دقيق لحد ما العجينة بتاعتي تتماسك ويبقى القوام بتاعها كويس جدا كده ومرن والعجينة حلوة كده طرية في ايدي تمام. دلوقتي انا هبدأ اقسم العجينة بتاعتي لقسمين، قسم بني وقسم ابيض. خلاص عجينة القرص بتاعتها بقت جاهزة، شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله، شايفين القوام. هسيبها بقى تختمر في مكان دافي ونرجع مع بعض نقطعها ان شاء الله. خلاص القرص بتاعتنا اختمرت للمرة التانية، شايفين ما شاء الله. هنبدأ دلوقتي بقى نحطها في الفرن بتاعنا، الفرن متوسط من فوق ومن تحت. لو هتحطها فرن البوتاجاز هيبقى متوسط وعلى الشبكة من وسط،
لو فرنك بإيد بيحمر من تحت ومن فوق، ما تديش الشواية، هو هيتحمر لوحدها. لو ما بيحمرش في الآخر خالص بعد ما القرص بتاعتنا تنفخ وتبقى خفيفة كده وتاخد لون من تحت، هنولع الشواية تاخد لون جميل من فوق وخلاص. دلوقتي هنبدأ نحطها في الفرن ونرجع تاني مع بعض نشوفها شكلها. شايفين ما شاء الله هي جميلة ازاي ونفخت، شايفين ما شاء الله جميلة جدا، شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. القرص بتاعتنا خرجت من الفرن. والله يا جماعة انا بعمل قرص كل يوم كل اسبوع، وبعمل من زمان قوي، بس بصراحة ما طلعش معايا قرص بالجمال ده. والفضل يرجع للمكون اللي احنا حطيناه في اول الفيديو. شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله، تحفة والله. شايفين خفيفة ريش، شايفين ما شاء الله. والله اتمنى ان انتوا تجربوه، انا مش هسيبكم الا ما تجربوا الوصفه الجميله دي. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه والله تحفه، جميله جدا كل القرص. شايفين ما شاء الله حتى القاع بتاعها عامل ازاي، اللهم صل على النبي، جميله تحفه، هي سخنه جدا.